طب ما بين الاجتماع الهام الذي تم اليوم في القاهرة وما بين زيارة بلينكن للمنطقة، ما الذي يتوقعه دكتور محمود الهباش بخصوص وقف العدوان؟ هل تتوقع أنه بلينكن قد يستطيع الوصول مع الإسرائيليين لوقف العدوان أو في أقل التقديرات هدنة ما مؤقتة وإن كانت أطول من الهدن السابقة؟ لا أتوقع ذلك لسبب بسيط، أنه بلينكن والمواقف الأمريكية معلنة، هم لا يتحدثون عن وقف العدوان، لا يتحدثون عن وقف الحرب، يتحدثون عن تغيير في تكتيكات الحرب، صحيح، في شكل العدوان. وبالتالي نحن لسنا بحاجة إلى تحليل للمواقف الأمريكية لكي نفهمها، هي واضحة ومفهومة. الموقف الأمريكي هو موقف عدواني في حد ذاته، هو الذي أعطى الضوء الأخضر للعدوان، هو الذي وفر طاقة الاستمرار للعدوان الإسرائيلي، وهو الذي يحمي العدوان الإسرائيلي. علينا أن نتذكر أنه في مجلس الأمن الذي منع إصدار قرار بوقف العدوان هو أمريكا طبعا. وبالتالي الموقف الأمريكي نعم هو موقف عدائي مستفز ومناقض للقانون الدولي ومناقض لأبسط قواعد التفكير في المستقبل السياسي للمنطقة، بمعنى أنه أمريكا تغذي العدوان، تحمي العدوان، وتوفر لاستمرار العدوان كل الطاقة المطلوبة. إذن هل هناك طرف دولي آخر أو مجموعة من الأطراف الدولية قادرة على أنها تقنع أو ترغم إسرائيل على وقف العدوان بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية؟ دعنا نتحدث بصراحة، أرجوك، كل أوراق التأثير في الموقف الإسرائيلي هي في يد أمريكا تقريبا في يد أمريكا. أمريكا هي التي تتبنى إسرائيل. القرار الحقيقي إذا أردنا الحقيقة، القرار الحقيقي في واشنطن وليس لدى الحكومة الإسرائيلية، والقرار في يد بايدن وليس في يد نتنياهو. ما هو المطلوب إذن؟ المطلوب إذن أن يتم التأثير في الموقف الأمريكي. كيف يمكن أن يحدث هذا؟ من خلال تغيير لغة الخطاب مع الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية على مر التاريخ تفهم لغتين لا ثالث لهما، إما لغة القوة وإما لغة المصالح والحسابات السياسية والحسابات الاقتصادية وغيرها. بلغة القوة يعني ما في أحد الآن يتحدث عن هذه اللغة، الواقع لا يسمح بذلك. تبقى المصالح. حبذا يا ريت لو كان في عندنا قوة كنا نتمنى، ولكن الآن تبقى لغة المصالح. المنظومة العربية، المجموعة العربية والإسلامية، 57 دولة، بينها وبين الولايات المتحدة علاقات منفتة وعلاقات متشعبة ومصالح متكاثرة. يجب أن نغير لغة الخطاب لنتحدث مع الإدارة الأمريكية بهذه اللغة التي تفهمها، حينها يمكن أن يتغير اللغة. أشكرك دكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني.